He was the team's player. حتة حلوة قوي قوي قوي. هو هنا أفضل لاعب في الفريق. كلنا متفقين إن دي superlative adjective. كلنا متفقين إن دي صفة تفضيل، صح؟ لأن هو أفضل لاعب في الفريق. فخلينا نشيل better with the better. عندنا هنا best with the best. كتير منكم زمانه علم على best ودخل على 22، فبعد كده بتجيلك غلط. فتقول لي ليه يا مستر؟ هقول لك لأن صفات التفضيل جاء قبلها ملكية للأبوستروفية ستة الملكية دي، فبنستخدمها بدون ذا. فأنت ليه اخترت ذا بيست؟ لأن أنت من خمسة ابتدائي عارف إن الذا بتستخدم قبل السوبرلاتيف أدجكتيف، إن الذا بتستخدم قبل صفات التفضيل، فعلى طول تختار ذا بيست. ولكن في تو كيسز، حالتين، أوعى مع صفات التفضيل. احنا كده كده في الجملة هو أفضل لاعب، هنستخدم صفة التفضيل كده كده. ولكن في تو كيسز، التو كيسز دولت مش بنستخدم معهم ذا مع صفات التفضيل ذا إذا جاء قبلهم يا إما ملكية سواء his أو her أو my أو الأبوستروفيس أو أعداد ترتيبية ملكية أو أعداد ترتيبية the first the second وكده. يبقى بعدهم نستخدم best مش the best، most مش the most، greatest مش the greatest. يبقى نختارنا مين؟ he was the team's best player. هو كان أفضل لاعب في الفريق وما اخترتش الذا عشان صفة التفضيل جاء قبلها أبوستروفيس بتاعت الملكية. يبقى لو قبلها صفات التفضيل، يعني صفات التفضيل أو قبلها ملكية أو أعداد ترتيبية، بتستخدم صفة التفضيل بدون ذا.